أكبر مطعم كباب عباس في منطقة طوز خرماتو على التمن المبزول. أنت عندك حافظة غير عندك حافظة؟ موجود. لا حتى لو تقلب واحدة أبو حافظة. حافظة ما عندنا بس هاي تلقينا سيفون سيفلفيا. عافية. أنت بس هذا سويت بعد. بس هذا. والله قلنا لك كيلو. لا مو هو راح مكان طريق بعيد. ما سويت كمير وقال لي بس كان سويت. الله هذا. هو ما تاخر دكل اكل دكل يا تم المبزول لا لا مو مستحي والله اكل يا بلحم عجل وتم المبزول يلا عم انتوا هذا الاكل مو صحي ما في لكم هاي الشوربه الخبز هذا اكل مو مال لاعب بنات شام هسه هذا ما بي ملح غير وما بي دهن عافيه نشكر منطقه طوز خرماتو ومطعم كباب عباس واحلى رماش للطوز وصل التمن المبزول البطل العالمي محمود الاول الوردي ومحمود الثاني العزاوي اضرب تمن المبزول افتح الفلينه الثانيه خراوينا لحم العجل لحم العجل العراقي منطقه الشعب حبل ظهر فتيله عليكم بالفتيله راوينا تكبايس كابتن لا مو على مو يعرفون الغذاء الصحي شو يسوي عضلات مو الناس حبوله وي 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 أرنولد العراق ما شاء الله بالعافيه اضرب الله يعافيك اضرب محمود العزاوي اخذ خصم محمود الوردي من مطعم كباب عباس منطقه طوز خرماتو وقطع